شي طاسه فيها الماء ليه؟ كاش باش تخشي فيها البلون ولا سخونه باش نقطع عليه هادي باش حرب. تعلم هادي سخون عندك حطه جدي و عندك السلك يخرج لك من هنا راه مخشي في التقبه ديالو غازي هاي الدونة كراشة وارا برع مزروب اخو ايوب ما تسندكش اهو وحرك سبع ايش مرات قل لي اخي ايوه يا جماعة تسند اسير اخي ادريس طالع لسه ولا رجع لسه خلي جاي في برد وانا وانا اخي جو لوزين لوزين أنا غادي نزول خليها تبرد شويه ورا صعب غير وانا اخي جود وانا ما يصير وانا يا اخي جود وانا هذا هذه الدونه هذه كراشه اش من لونس كراشه اللونس السياده اللونس كامله البحار تكون شويه بلومه ما كتوقفش يعني هذه هي اللي كتخدم بالسلوك بحال الفاس عندها سلوكه كيدورو يعني يقدر يضرب عليها الحوت وتكاع هي ما تبقاش لاصقه ولا توغل الحوت نشوفوها في المرحله الاخيره شوفوها ان شاء الله يسوع مولانا على مولانا
الصفحه ديال التحت تبان لنا باقي محلوله ديال التحت اسير اصاحبي من التحت اسير اصاحبي راه دوك كامل